أود ونحن نختتم فعاليات القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز أن أعرب لكم عن خالص الشكر وبالأخص إلى السيد الأمين العام للمنتدى وكافة إطارات الأمانة العامة على ما أبدوه من حرص وتفان خلال الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة ولما بذلوه من جهود في الإعداد لإعلامها. إن ما حققناه اليوم معا نتائج طيبة والتي توجت بإعلان الجزائر لم تكن لتتحقق لولا تفانيكم ومشاركتكم الصادقة في إثراء بنود أعمال هذه القمة ومساعدتي في إدارتها وإدارة جلستها. إن هذا الإعلان هو خطوة مهمة في استجابتنا للتحديات الراهنة والمستقبلية، تؤكد عزمنا الراسخ على توسيع استعمال الغاز بالكفاءة والاستدامة اللازمين في عالم تطبعه التغيرات المتسارعة. لقد جددنا التزامنا بتعزيز مكانة منتدانا كمنبر للحوار والتعاون الإقليمي والدولي، بات يستقطب أعضاء جدد مع التأكيد على الحقوق السيادية لدول الأعضاء على مواردها من الغاز، ودورنا المحوري في دعم التنمية المستدامة والأمن الطاقوي العالمي بانسجام وتناسق مع أهداف الأمم المتحدة. وإن الجزائر بصفتها الدولة المضيفة لمعهد البحث في الغاز وبالتعاون الوثيق مع المنتدى ملتزمة بالتعاون مع الدول الأعضاء في هذا المجال من أجل تعزيز مكانة الغاز كمورد صديق للبيئة ومستدام، لا سيما ونحن نقف على أعتاب عهد جديد حيث يمكن للتعاون المتجدد والحوار أن يساهم في رسم رؤية جماعية تكرس مبادئ تقاسم المخاطر والمنافع وأهمية عقود الغاز طويلة الأجل لضمان الاستثمار، وهي الرؤية التي من شأنها صون مصالح المنتجين والمستهلكين في إطار مسار مستدام يحقق التوازن بين الأمن الطاقوي والتنمية المستدامة وحماية البيئة، ويقودنا نحو مستقبل يضمن الرفاهية لأجيال القادمة. ختاما، لا يسعني إلا أن أشكركم مجددا، وأنا أنوه بمساهمتكم الفعالة في إنجاح أشغال هذه القمة، متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد، وأعلن رسميا عن اختتام أشغال القمة السابعة لرؤساء ودول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.